سيدنا محمد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. لو تسكر الباب بالله الصوت باب الباب جل وعلا الصوت ان شاء الله صوت. وسله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا اليكم ايتها الجاهة الكريمة واطلب يد ابنتكم آمنة لابننا حمزة. وحمزة غني عن التعريف، الحمد لله والمنة لله، إنه يتمتع بخلق كريم واستقامة لا تتوفر في كثير من شباب اليوم. بناء على هذا جئناكم آملين أن تقبلوا طلبنا هذا الذي جئنا من أجله، وهو أننا جئنا نطلب يد ابنتكم آمنة لابننا حمزة، وكلاهما على خلق عظيم، سواء كانت البنت أو الشاب، كلاهما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهما على الطريق المستقيم الذي انتهجه حمزة وانتهجته آل. أنتم تعلمون أن الزواج شرعه الإسلام كما شرعته الديانات السماوية السابقة، وأن بعض الرهبان من النصارى لا يتزوجون وهم يخالفون بذلك شرعة الله في أرضه. ويقول ربنا جل وعلا ورهبانية ابتدعوها، رهبان النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن لا رهبانية في الإسلام، ثم بيّن يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. عليكم جئنا آملين أن يلاقي طلبنا هذا قبولا من جانبكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما. ونقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيهما وعليهما وجمع بينهما بخير، وإنني أرحب بالجاهة الكريمة وأرحب أيضا بأفراد جاهتنا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.